مرحبا مومو شو على إذاعة إيت راديو اليوم ليوا صغار قالوا مرفوض مطرود كيتو كيتو ميتو مستو ليتو ماتو يا فيك انتو تقدو لميا بخير الحمد لله واش اخبارك اش اخبارك واش بخير مزيان اللي غادي نديرو في البدايه ديال الشو وانا نقراو لي كومونتير ديالكم اللي كتخليوه في انستغرام اللي كتخليوه في يوتيوب على الحلقات السابقه واو هل انت مستعده لا انت مستعده ما اتفقناش على هذا الشيء الشو ديال توتو ديال غرادي توتو اول برنامج اول حلقه ديال مومو الشو لي كومونتير اللي قلتو برافو توتو مومو ازلتم القناع عن طابو يتفاده الجميع حلقه واعره فيديو عاودتو ربع المرات وباقي غنشوفو لا 5ème فوا هذا مولاي الخليفه وغادي نقراو كاع لي كومونتير لي كومونتير مزيانين لي كومونتير اللي عيانين وما كاينش كومونتير عيان صراحه ما كاينش كومونتير يقولوا لي بغيتو في لي كومونتير في انستغرام في اليوتيوب قولوا لي بغيتو كلشي ممكن دابا بدينا بهذوك لي كومونتير ديال زعما كلشي بخير تشجيع على المخدرات خاص مادام يتحشش عادي يجي يتفرج اودي اللي خصو يكون قدوه اودي عقلتو على هذا التعليق مومو يكتب النهايه دابا عاد عرفت العيب في من ما يمكنش المشكل يكون فيهم بجوج وانت اللي مزيان بقيتي حساب انت على حقيقتك كيهضر عليك لميا مزيان حساب انت على حقيقتك بوحدك اخيب خطا درتي ورجعتي هذا الشيء عادي في اذاعه وطنيه وعندكم الحق تقولوا اي كومونتير اللي بغيتوا تقولوه وما غاديش حنا ما غاديش كومونتير على الكومونتير يعني ما غاديش ندافعوا على الشيء اللي تقال قولوا لي بغيتوا كل واحد له الراي ديالو كل واحد عنده التفكير ديالو طريقه التفكير ديالو وكل واحد يعبر باللي بغى مرحبا لميا ماشي بلاصتك تما فريمون هذه في الشو ديال توتو برافو اي برافو لميا توب اي زيرو بور مومو هذه جوهانيتا هي اللي كتبتها بغيت نعرف غير الرساله اللي بغى يوصل هذا السيمو اللي قال خصكم تعرفوا انا هذا برنامج ديال الترفيه وديال ان شو كاين غيكونوا رسائل اللي كيوصلوا في البرنامج لانه كنتكلموا على بزاف مواضيع مع الفنانين اللي كيجيو عندنا كنشكر كاع الفنانين اللي غادي يجي واللي جا واللي كيتكلموا بصراحه اللي كيتكلموا بعفويه اللي كيتكلموا سبونطاني زعما سبونطاني هادي انت قريتي لي كومونتير؟ لا ما قريتيش كاع لي كومونتير؟ لا ما قريتش لي كومونتير دابا انا كنتفاجئ بهذا الشيء اللي كتقول ورا ديك تقولك ما قريتيش لي كومونتير؟ نهائيا كاين دبنتي بالحلقه ديال توتوك اللي وقع ان كاين اللي معاك 2000 ديال المليار في المية وكاين ضدك 2000 مليار في المية متوقع هادشي اللي كاين هادشي عادي هادشي مزيان هادشي كيعطي واحد النقاش كي داكشي انا اللي عاجبني في هادشي كامل ان كاين نقاش صحي انا عرفت بلي كاينين دي كومونتير وداكشي حاجه واحده اخرى ميمكنش حنا كنعبروا كيف ما بغينا وكنسولوا كيف ما بغينا وكنعطيو الراي ديالنا بالشكل اللي كيبان لينا صحيح وفي المقابل ما تقبلوش الاراء ديال الناس ما يقولوا لي بغيتو مرحبا اللي بغى يقول شي حاجه مرحبا بلاك لي كومونتير قولوا لي بغيتو مرحبا اي حاجه تقولوها قولوها اللي حاجه اللي عجبتكم الحاجه اللي ما عجبكمش قولوا لي بغيتو في الانستغرام في يوتيوب في فيسبوك مرحبا ليميسيون منال الشو ديال منال دوز مع منال منال العالمي قالت لك جي ترو ريغولي برافو منال اشاك فوا كنتفرج في ان انترفيو ولا ايبيزود ديال شي حاجه فيها منال كنتفرج وانا فرحانه وكنسالي وانا فرحانه باسكو تو سامبلومون شي فان دو منال de sa personnalité, la façon comment elle parle. J'adore Ntfarj Fea et j'adore ce qu'elle a fait. Je te souhaite un bon courage, Manel. C'est top. Il y avait beaucoup de commentaires à la Manel. Et qu'est-ce que tu as à la Manel? Elle est-ce que tu as dit le mot le français, mais je suis le mot de la Manel. Je suis le mot de la Manel. Je suis le mot كنهضروا في الحياه العاديه بالمرات كيخرجك فرونسي الفرونسي كيخرجك في الهضره هادشي اللي كاين ولكن حنا كنديروا من المجهود ديالنا باش كلشي يفهم وكلشي ما حنا ما زعما كنهضروش بالفرونسي باش نعقدوا ولا باش شي واحد ما يفهمش شي حاجه على مالها هذه توم 567 على مالها تقول الحقيقه واش نتوما حماق زعما قبل فاش عيطنا للموت منصف انا نسيبتها قلت لها واش هي غتقول الحقيقه انا كنظن وحنا راه كنصوروا ونتمنى لنا واش تقدروا تحضروا معنا انتم اللي كتفرجوا في الشو في اليوتيوب تقدروا تحضروا معنا هنايا انا الصراحه كاع اي حاجه كتقال لنا الصراحه اي حاجه كتسمعوا لنا الصراحه حيت حنا كنحسوا الصراحه ما كاينش السينما ما كايناش هو البرنامج امام الشو لا باز هي الصراحه ونتكلموا دوزو وقيته بحال جالسين مع بعضياتنا الجميع جالسين معكم انتم اللي كتفرجوا لنا في اليوتيوب اللي كتشوفوا لي زيكستري في انستغرام فيسبوك مرحبا حليوه نبدا بشويه معنا في الشو فرحان تجي عند مومو بيان سور كما ديما
على ماش بديت تكلمي معه؟ أنا بغيت نسوله لشحال من حاجة ما نقولش لك. بحال توتو حتى يجي. بحال توتو بحال توتو. شنو هي الحاجة اللي خايف منها دابا في الشو؟ ما كذبش عليك أنا داخل خايف إذا أنا غطرا شي حاجة في الشكل. أنت شنو تبغي تقول لي؟ نتكلم على بزاف حوايج كاين واحد الموضوع مهم جدا خصني نتكلم عليه لانه هو عارف انا منو داز بواحد المرحله صعيبه بزاف مده هو داز بواحد المرحله صعيبه بزاف مرحله ديال الاكتئاب ماشي سهل انه تكلم مع الواحد الاكتئاب المرحله اللي داز فيها لانه يا اما الواحد كيكون باقي في حاله الاكتئاب ما كيبغيش يتكلم وكيكون كي صعيب عليه يعبر على داكشي اللي عايش لان الاكتئاب هذه واحد الحاجه كتوقع في لا ديبرسيون الواحد ما كيعرفش يعبر على داكشي شنو فيه مزير مخنوق ولكن ما عارف شنو فيه وإلا تكلمت على واحد من بعد ما دازت مرحلة الاكتئاب ما كيبغيش يتفكر الحالة اللي كان فيها. وجدتي اللبسة ديالك على قبل الشو ولا غير اللي بالك لبستيه؟ كتب عليك اللي بان ليا لبس. أصلا ما كانش عندي شي لبس آخر كانش عندي هاد اللبسة هادي لبستها وصافي. كانت السلسلة درت على ود الشو بعدا. غادي نتكلم على هذا الموضوع نتكلم على الأغنية حيت الأغنية الأغنية هي شخصية بزاف. صغار قالوا مرفوض مطرود كيتو كيتو هكذا كان راسو هو اللي كان راسو مرفوض هو حاس براسو مرفوض. وغنتكلموا على الزواج ديال الحليوه ديال ايهاب غادي نتكلموا على بزاف الحوايج بزاف الحوايج في برنامج مومو الشو. شنو كتظن غادي تقول فاش تخرج من الشو من عند مومو؟ ما عرفتش نسالي ونشوف كتخلعي فيا دابا لا والله ما عرفتش نسالي ونشوف. اوكي يلا نمشيو عند مومو استقبلوا حليوه صغار قالوا مرفوض مطرود كيتو كيتو بغيتو باستو نيتو حليوة مرحبا اهلا وسهلا مرحبا حبيبي هلو صافا واش اخبارك اخويا حسنا تاتوحشك اخويا كلشي بخير حسنا الله يلا بخير الحمد لله انت بخير كلشي بخير الحمد لله انت بخير مرحبا الله يحفظك انت بخير قال لك ديال زعما شوف انت معانا كتضرب من التحت لا هي اللي كتضرب من التحت من التحت هي اللي كتضرب من التحت لا انا ما كنضرب لا من التحت ولا من فوق لمياء خير الكريم حسنا عزيز عليك اليوم سوجد لا من دابا باش ما تفرشي في الشو مع طوطو بان كي عطاتو الدن قال لي شو بقى لي شو بقى لي شو ولكن ظريفه باش تبقى ظريفه عشان هذيك اللي باش عطاك كتبقى ظريفه ودابا انت اللي عطيتيني على الدخله زعما زربتي عليا هو باش فهمتي نوجدك باش ما تقصحينيش لا لا ما تخافش بينا كيسون شكون زوين هذوك اللي كاس تبدا من دابا تبدا من دابا لا 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 سير لا فاش فين مومو زعما بخير اخويا الله يحفظك بلاتي بدا شو بلاتي بدا نرطبوا الجو لا لا هي لمياء عجبتها الاغنيه ديالك بزاف مرفوضة والله لا كنضحك معاك اختي لمياء عجبتها بزاف شتي دابا تكالميت ياك دابا راه شو دارك واحد لا تكنيك قديمة لا تكنيك شوف من شو دابا من الاول تموت الموش من الاول ما تلمش دابا كنضحك معاك قتل المش اخويا عزيز عليا عزيز على كاع لي زارتيست والله الحمد لله لا يحشمنا تاع انا زعما الحمد لله كاع الفنانين عزازين عليا يا فراه انتم ضيافنا انتم راه في الدار ديالنا ميرسي بوكو خويا ما تقدرش تصور الى اي درجه انا فرحان نشوفك بحال هكذا اليوم نشوفك بخير ومرتاح الله يحفظك شويه احنا كنريكوبيريو شويه شويه بشويه الصحه بخير بخير الحمد لله دابا بخير يلا بدينا نعسو بحال بنادم ونفيقو بحال بنادم هادو سي وقيته اللي ما نعستيش فيها ما كناش بلي انت تجيك الناس ولكن ما جاتش لي كواتر وشي مشاكل وما نش يديروا هادشي والله شبيك خويا دابا مزيان دابا الحمد لله مزيان الكونفينمون كنت مرتي بزاف في الكونفينمون ورا الكونفينمون مرة الكونفينمون دوك الايامات ورا الكونفينمون كان بداني المرض لي كواتر نيت لي كواتر داويتي تبعتي انا متبع ما تبعتيش اصاحبي مرة ما تبعتيش مرة مرة ما تبعتي علاش ما تبعتيش علاش ما تبعتيش مشكلة باش تبعتكش احنا نشوفوا ما تبدا ما تبدا شتي شنو قال الايهاب وقال لي وانا مشى عند الطبيب عطاه واحد الدواء هو صراحه انتم الاغلبيه كي دارت القضيه عطاه دواء صافي بقى له داك الدواء صافي دائما بقيتي عليه بقى عجبني صافي مزيان اللهم هاد فوق بقى له داك الدواء فهمتي حتى كيتزير مزيان ياخذ واحد شويه صافي ومن بعد يحيدوا شويه واخا الله بصحتك اخويا الله يلا بصح لا لا بصح الصحه مهمه اخويا الصحه مهمه بزاف اخويا كلشي والبال وراحت البال صافي ما كرهناش راحت البال انت مرتاح دابا في بالك الحمد لله والله لا الحمد لله حتى راحت البال ديال بصح راه كتجيش دابا امتى ما عرفتش ما هذاك هي كلشي هذاك هو لو بيوت هو هادشي اللي كاين هذاك هو لو بيوت ان شاء الله نوصلوا لها دابا اللي نقول لك صراحه انا حليوه بكل صراحه نقول لك انه انا عشت الاكتئاب انا عشتو ما دوزتو وعارف شنو هو وعارف شنو هما المظاهر الاكتئاب والواحد فاش كيكون عنده اكتئاب كيفاش كيكون وشحال مره تلاقيت معاك كنتي ما عجبتينيش ولكن صعيب تقول لواحد اللي فيه اكتئاب تقول لي راه فيك الاكتئاب صعيب صح
حتى هذاك اللي فيه اكتئاب ولا كيعيش لا ديبرسيون صعيب تقولها ليه، تقول ليه انا راك بنا راك، حيت هي كاين بعد الرفض واحد ما كيقبلش كيقول انا زعما راه واعر راه انا ما كاينش اكتئاب انايا راه غير شي حاجه شي حاجه اخرى ماشي اكتئاب. انت دوزتي مرحله الاكتئاب؟ دوزتيها بزاف بزاف، مره كتمشي وكتجي كتمشي وكتجي. من الحاجه الخايبه هو كاين اللي كيلقى راحته في هذا الاكتئاب بحالي انا والله الا بصح ما كتبقاش تلقى البليزير في حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين كتكون داير واحد لوبجيكتيف بار اكزومبل ولا شي حاجه كتوصل ليها ما كتفرحش. حتى حاجه ما كتفرحش والله الا بصح هذيك هي الخايبه، السونتيمون دو بليزير ما كيبقاش. هذيك هي الخايبه. انا التعريف ديال الاكتئاب درتو عرفتي شنو التعريف ديال الاكتئاب ديالي انا هو بحال قلتي شي سبايدر مان ما بقاوش عنده لي بوفوار ديالو مشاو والله الا بصح. داكشي اللي داويتي انت من الاكتئاب الديبرسيون درتي شي حاجه؟ ما خديتش شي دواء ولا مشيت عند شي طبيب عند ما نكذبش عليك عادي تجيك وتتمشي ما يمكنش تداوى، حتى لو بغيتي تداوى راسك كتكذب على راسك. ما اهم حاجه هي تصبر ما طلعشيش حيت كاين اللي كنشوفو كيشطو ديبرسيون كينشحر كاع. الله يحفظ السلامة صاحبي. بزاف كاين بزاف لا كاينين فريمون بزاف اللي مابقاوش يقدو. داكشي علاش اخويا اللي دار به شي واحد كيعرفو في الاكتئاب وحسيتي في الاكتئاب خصك تعتقوه خصك تعاونو خصك توقف معاه. كاين بزاف ديال الطرق باش واحد يخرج من الاكتئاب. هو موضوع اللي في شكل راه بصح شوف هذا الوقت الليله قليل اللي تلقى فرحان ديال بصح وعاجب الحال اللي ولا بنادم بزاف تيمرض بهذا الشيء. لا كيمرض وكاين المرحله اللي ما كتعرفش فين راه فيك حتى ما كتعرفش ما كتعرفش مزير كتكون قاس مزير داخل ما بغيتش تشوف حد ما بغيتش تشوف حد. بصح الله يلا هذا انا مول الاعراض اللي كتعشت انا اللي عشتهم هو ما كتبغي تشوف حد والو العزله معزول هو بنادم راه ما داير لك والو انت ما غير انت واحد الثناوي بيزار كيجوك في الراس ديال هذا راه ما كيحملنيش هذا راه باغي الشر هذا التليفون عيط لك شي واحد ما تجاوبش التليفون كتبدا تلح التليفون تقطعو يومين ثلاث ايام تلح التليفون سيمانه كاع تلح التليفون وكتحس بواحد الحاجه مخنوق من هنا مخنوق مزير وما عارفش شنو مالك واي حاجه اقل حاجه قد هكذا كتفرقع. الخايبه اللي ما كتعرفش شنو ما كاينش شنو جالس وما مرتاحش وانت عندك كل شيء وجالس فهمتي نيكال كل شيء مزيان ولكن من الداخل ديالك ما تعرفش شنو طاري. كاين بزاف ديال الطرق اللي كاين انا كنصح زعما الواحد يمشي عند طبيب نفساني بسيكاتر بسيكولوج. كاين بزاف ديال الطرق باش واحد يخرج من الاكتئاب وما يبقاش في ديك الحاله لانه الاكتئاب كاين الرقيه كاين بزاف مزيانه الرقيه مزيانه درتيها انت؟ جربتها جربتها مزيانه كتريح كترتاح والله الا كتريح كترتاح. كاين بزاف ديال الطرق ولكن ماشي كاين شحال من حاجه ما كاينش طريق واحده كاين اللي خاصك على حسب الحده الاكتئاب واش غتاخذ الدواء ما تاخذ الدواء. انا كنصحكم انكم تهلاو في فيوسكم والصحه النفسيه مهمه بزاف والراحه هي كل شيء والراحه ونتمنوا الراحه للجميع ان شاء الله ومباركم سعد السيدي الله يحفظك. لم جاتش الفرصه انه نقول لك نباركوا لك الزواج الله يحفظك لي. حيت اخر مره جيتي عندي البرنامج كنتي قلتي على البنات سمعت كنتي قلتي في الاغنيه قلتي حبي بغيتك حلال طالب قلبك مرياج باغي تزوج انت حاليا ان شاء الله وي كتفكر في الزواج؟ فكرت واحد الوقيته ولكن فكرت في واحد الوقيته ملي كتشاور مع الوالدين ماشي سي امبوسيبل ما كيقولوا لك لا راه باقي صغير سمعت بو انا ما قلت هذا الشيء انت قلت هذا الشيء بغيتي تسمع الكماله؟ راه الكماله في هذا الشيء اللي طرا بصح قنيطره ايه درتي في الزواج مع ايلي؟ لا ماشي مع ايلي لا مع واحد القنيطريه واخا ايلي ما بقاش معك زوج سيجي؟ لا ما بقاش شحال هذه ما بقاش شحال هذه ما بقاش قلت لك مع واحد القنيطريه واحد القنيطريه قول لي شنو مواصفات المراه اللي غتزوج بها قنيطره؟ تكون بحال كاردي بي واو انا اللي قلت ما غنسولش ولكن قلت الصراحه الاخر تزوج معاني البنت اللي قلتي كاين شي حاجه من خيط اخر لكن بالخير حبيبي اللهم امين اللهم امين مرتاح في الزواج؟ والله الا بخير كما ما نكذبش عليك كاين مشاكل كاين تتولي ديك الساعات كتولي راجل ديال بصح تتولي تقلب على المصروف تتولي تعرف المسؤوليه وعلى المسؤوليه كتادابطا كتادابطا وكتكمل ومرتك ولفات عليك على الاسم ديالك انت على لا كتعرفوا شحال هادي كنعرفك شحال هادي دونك ما كاينش مشكل بيني وبينها من المشكل في السيتياسيون ديال لا فامي تو خصك توجهات خص المسؤوليه كما قلت هي كلشي درتي العرس؟ لا ما درتش العرس درت شي حفله حفله صغيره جينا في الكونفيرمون ما انا شوي با فان ديال العراسات باش ما نكذبش عليك ان شاء الله نديروا شي حفله زوينه
ان شاء الله ان شاء الله قريبا اخويا الله يكون بخير حبيبي. انت ما العراسات ما انا حياتي كامله مشيت عرس واحد ولا جوج واحد صغير نركع سنين المكلف على الاساس كيعرضوا عليك مع 8 تاكل وحده وحده راك راه بين شوف كليتي مع وحده على 5 الصباح نشوف مع الجوج هذيك يا الجوج هذيك تحت الماكله وانت كلشي ميت بالجوع وكلشي كيتلاف على الماكله ويجي هذاك المصور ويزوم عليك كليب كيدير بك كليب نتايا ديال المفتري تحطوك في المونتاج في الاخر في كاسيت معلوم الزيجه تاعك كلشي انت راه انت راه انت هذا غادي نتكلموا على الاغنيه حلي واحد الاغنيه واعره الله يحفظك الاغنيه كتكلم على راسك انت ديال مرفوض وي ان بو ان بو على راسي شويه على لا سيتوياسيون ديال بزاف ديال الناس اللي روجيتي من من المجتمع ايتو انت عمرك عندك الاحساس ديال راك راك مرفوض من المجتمع وي وي فاش كتولي تعرف حتى كتكبر كاين اللي كيبغي يمشي خدام ما تلقاش خدمه كل واحد وكيفاش يحس بها وانت كنت كتحس بها انت انا كنت انت تكون حسيتي بها في الوقيته فاش بديتي في الاول وخرجوا الاغاني ديك في الاول في البدايه ديال الكاري ديالك حيت انت خرجتي ستيل مجهول في البدايه انت راك بحال انت راك بحال بحال جيتي مشي كوكب واحد اخر كتصوكي شويه في البدايه تجيهم بديك حتى لو نون ديال الحليوه بديك الشيء اللي كنت كندير جنون شيطان مساقة ديال 2013 هادو شويه في الشكل ماشي على ود هادشي كتحس براسك روجيتي من المجتمع في الخدمة كرابور راه تو غان تافي تدخل فلوس 96% من برا طون بي هادشي اللي كاين فهمتيني دونك ما كندويش على المغرب بزاف البلدان فيهم هادشي بزاف البلدان فيهم الفن بحال هكا ماشي غير راب كل واحد كيفاش كيحس براسو روجيتي من المجتمع مرفوض ايتو كاين لي سيتوياسيون ديالهم قاصحه كثر مازال حنا الحمد لله حنا راه متو بخير مي سيتوياسيون ديال شي وحدين كاين اللي قاصحه كثر هاد لو سون هذا ديالهم هذا ديالهم هذا غادي الغفران ديال الاغنيه اللي هو الاغنيه واعره الاغنيه مكتوبه مزيان واش لا في بال 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 باغي نطير الليل انا اسم السير الليل وانا عارفين انت راك تصرلي بزاف دابا قديتي شويه دابا شويه قديتي غاد ليا ماشي نتمنوا نكملوا بحال ان شاء الله اخويا يكون خير انت عمر جاتك فكره تمشي لبرا زعما تانستال برا تقدر بدات كتجيني هذه الفكره هذه دابا بحال بزاف الناس ما عرفتش علاش مي كندا والله ما عرفتش والله مي بدات كتجيني مي مالوروزمون صافي تانستاليت في المغرب شوي بيان ايسي ما نشوفو مالوروزمون مالوروزمون واه الا قلتي مالوروزمون حيت 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 كورونا وهذا الشيء كامل اللي جا وراه كورونا ماشي في المغرب العالم كامل مرون كورونا رونات كل شيء اخويا رونات للحياه في الاغنيه ديال مرفوض قلتي غنيتي خذ فوني صغار صغار قالوا مرفوض ما تروح كيتو كيتو ما يتوب وانت تبتي ولا ما تبتيش انت؟ لا لا انا تايب من حيتاش؟ تايب بحالي بحال الناس الحمد لله مزيان لا مو مولا وغنيتي مستون نيتو مدوم يا فيك تو تقدو غني وار غني وار مستون نيتو مدوم يا فيك انتو تقدو عند لا لي باغول خويا راه قتلوني وجاو يزوروا الضريح حكمتوا عليا واخا انا بريء حليت بابي وجاو داو لي مالي فلوس من بالي فلوس جاو داو لي مالي شفتي شويه فلوس الحمد لله الحمد لله الحمد لله مزيان دولك فلوس وي دولك فلوس كيما بزاف الناس كتعلم منا حليت بابي وجاو داو لي مالي مسحتهم من بالي بوحدين ديال بالي كايوب صبر اخويا معليش شكون ايوب سيدنا ايوب نتسناو فيك تسناو فيك, فيك وين الفرحه طالت لحت خاتم الدنيا انت يا طليق ما عطاتني سالير ما عطاتني صديق ما عطاتني صديق جبنا مايا الدولي عطشي 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 الجمله هذه معناها دايره جبنا مايا الدولي عطشي ديك العبره الما ديالك مي مي سي ان اكزومبل على بزاف د الحوايج كتكون انت اللي جايبهم ولا عندك الحق فهمتك تاخذ واحد الحاجه وما كيعطيوهاش ليك والجمله واعره هي ديالك جبنا المايا فوالا الماء 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 دولي عاد شي عاد واعره هادشي هادي واعره عجبتك انا
عجبك هادشي؟ لا لا كلشي داكشي. والله لا بصح والله انا كنهضر معاك بصح صافي بليز. عرفتي غير فاش كتهضر ولا فاش كتغنيها بحال اللي كتنوح، يعني شي واحد كينوح يعني كيعبر على واحد الالم عنده لداخل ديك لا فاسون ديال هذا الشيء اللي داك الالم اللي عندك وعبرت عليه بالكلام وبالطريقه باش غنيتي. يعطيك الصحه. قلوب كحله غسلينا باتشي اتشي، ما بغيناش سميك غير طلعوا الكاشي الكاشي. كلاونا ردونا فيوند اتشي اتشي تادي زوينه. وعلاج لا عندك دراما اختي رشي 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 رشي. هادي دارت بوم، هادي هو بارتي من الاغنيه اللي دارت بوم. مغاربه عزيز عليهم مات رشي رشي. وانت كتبتها المعنى ديالها اللي كتبتيه كيف زعما ديال 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 لا عندك دراما اختي رشي رشي شكون؟ كيما كتسمع ما ماشي بحال الاخرين، سي با اون ميتافور، سي جوست عندك الدراهم اختي رشي. او الدراهم نيت الدراهم المغربي. كلعيبه الدريات ولاو تي تا هما تي. الدراهم المغربي نيت ايهاب؟ قصدي به نيت الدراهم المغربي ولا شي درهم؟ لا الدراهم زعما فلوس وصافي، فلوس وصافي. دراهم تنسيرش يقولوا الدراهم، بزاف الناس يقولوا الدراهم. عاد شنو البرنامج كيفاش داير؟ بحال بحال فاش كنا كنطلعوا السطح كنطلعوا نقصوا السطوح كدوز كاين واحد الصور واحد الصور عرفتي ديك الصور اللي كدوز ديك الصور اللي كدوز بحال هكا خايف خايف شويه. دابا دابا هي الدراهم ديال المغرب، الدراهم المغرب، الدراهم المغرب هي الدراهم المغرب. والله ما هو مشي ديال الطيب هو الدراهم المغرب. زعما انت تحاول تغني على الدراهم الامارات؟ لا حيت دابا تلمو الاغنيه عميقه توقع زعما عنده شي لا سي جوست فلوس ولا شي مجاز ولا شي فلوس ولا بلاصه ما تقولي فلوس تقولي شي عمله باغ اكزومبل. واضح. قلتي في الكلمات ديجا لافي قلت لك طالب ديفورس دواوني لاندي وقتلونا في الديمونش قتلونا في الديمونش قتلونا في الديمونش. هاد البارتي من الاغنيه صافي صافي بوزيتيف تولي فرحان البوزيتيف دابا. خليني من المشاكل ليلى نحركوا لي اونش رونديفو مع الفرحه ليلى نسوا كاع لو موند دير شي ميكس ديال سولومون دي جي يس سان سان تري بون دي جي ولي كيدار في لي سواري كيطلقوا الميكس ديال سولومون كيطلقوه ولي كيدوز. خليني من المشاكل ليلى نحركوا لي اونش كاملين في ويكاند ويكاند نروحوا لي شونزي ليزي ليزي جبنا واحد في البلوتان هذه بصح هاد جبتي انت الحاجه الوحيده اللي كتبها عليا الله يلا بصح في السيزيام كان معايا كان كيقرا معايا طوطو دايا شاهد عليها جبت واحد 83 1.83 الضحك 1.83 ليله واحد واو في البولتان ماشي ماشي فرض ولا امتحان في المراقبه ما مشيتش دوزت حتى شنو كنسال جهاوي جهاوي ما مشيتش دوزتو حيت ما عندك ما دير فيه ما كنتي عارف ما دير ما دير والو جايب واحد خاصك واحد خاصك 19 كان قرا مزيان غير كان طرات لي روينه مع دوك الاساتذه ما عرفتش علاش كنت جاي من المدرسه الفلوس المخزن وقال خداوه في شكال ولا ما والله الا بصح الاساتذه هما في البدايه هما اللي سير انا كنت على راسي انا هما اللي كرهوني ما بقاش نمشي صافي ابري ما كنمشيش امتحانات هذه كتوقع هذه كتوقع من لومبيونس اللي كتكون في القسم والليسي اللي فيه انت البلاصه اللي كتقرا فيها انت ما كتشجعكش انك تقرا والعكس صحيح كاين الاساتذه كيشجعوك كاين لومبيونس وانت بالنسبه لك القضيه انت بالنسبه لك كتقرا مزيان ولكن هذه القضيه اللي ما عملتش كنقرا مزيان مزيان ولكن واحد ما غاديش يمكن نجيبو بعدا سبعة ثمانية صراحة حليوة دابا نفرضو متى غادي تقدر ترجع تعاود القراية تقرا كيف ما قريتي ولا غادي تركز أكثر وغادي تبع مزيان نقرا مزيان كدب عليك ياك ديك الوقيتة كنتي ما تفهمش شي حوايج هما راه ساهلين والله إلا بصح كيقول لك تركز خاصك غير تركز كيقول لك واحد المزاج يقول لك عقل اليوم وفلوس بكري زعما كون كان عندنا عقل اليوم عقل اليوم وفلوس بكري حيت فلوس بكري كانوا طايحين زعما فلوس بكري كلشي كان رخيص كنت زعما كان واحد عنده دابا عقل دابا ما هي اللي قلتي دابا انت زعما واحد يكون عقل ديال دابا ويكون عنده يكونوا فلوس ديال بكري شناهو تخيل معنا انت عقل دابا والفلوس ديال شحال اف بون افير هاد القضيه خصنا نخدموا على هاد القضيه هادي كنا نبغات الليسي دابا بغينا الدراهم في الساع في الساع في الساع في الساع اكبر كاشي ضربتي انت والله ما عرفت صافي كنا قلنا كاشي المرة اللي فاتت داروا لنا حالة عليه ما خرجناش الالبوم في يوتيوب بسبب داك كاشي فاش قلنا اه والله الا بصح لي بروديكتور ايتو كغون تي ديال خويا نابس كاين هنايا هكا هو اللي خدم معايا الالبوم ديال لاستريت على قبل كيفاش كنت هضرت شي على كنا هضر على كونترا سوني كونترا سوني كونترا سوني صافي لاش كيقول لك خلصنا ماشي نابس كندويش على نابس كندوي على شي واحدين اخرين فهمت كذا حيت قلتي انت الكاشي سي دوماج هذوما المغاربه
هادشي كنا بغينا دابا داكشي علاش نتا حاضي من قبل كيقول كيقول التاثير ديال اي جمله غنقولها هنايا من بعد غادي ما بقاش داكشي شحال هذا وقع لك بزاف هاد القضيه انت ديال قلتي شي حوايج ومن بعد تنت معاك الحال ياك وي في الاول كنتي في طونفو على بالك اش غادي تقول واللي بغى يقول شي حاجه يقولها ما سوقكش من بعد لا ولكن المهم ما زويناش عاوتاني هذيك اللعيبه تيقول لك خاص تستر فهي مزيان انت ما كنتيش بحال هكذا حليوه كنت بحال هكا عادي ملي كتكبر كتبدا تفهم خاصك غير تفهم واحد الحوايج ماشي زعما تبدلت ولا مرات كتغير عليك بزاف علاه بزاف بزاف اوا والله نقدروا نساليو في شقون صخور من غير هنا والله اوا والله الا بصح عادي يعني تصورة مع بنت تغير منها لا شي عادي لا عادي بنت صيفط لك واتساب ميساج زعما ميساج على حساب الميساج اوديو مرت لا على حساب زعما الميساج واش خدمه عنده علاقه ما شي حاجه ولا واخا لا زعما اي كنظن اي مرت شي راجل غادي يغير ولا ما كانتش امراه مرت كتغير من الباسي ديالك من الماضي بيان سور من داكشي من العلاقه اللي كانت عندك وداكشي وداكشي كاع داكشي اللي هي كتبع داكشي اللي كنت كدير نتايا اي شو اي مرت شي راجل خصها تغير لا سيرتو الا كانت مغربيه خصها تكون والغيره عادي اخويا الغيره عادي الراجل جوا كيغير على مرته والمراه كتغير عادي باين هادشي عادي جدا والغيره واحد الاحساس خص واحد يتحكم فيه حيت الغيره الا وصلت واحد الحد كتولي خيبه كتولي تحس راسك ماشي هذاك خص واحد يكون ثقه في راسه الغيره شويه بالقياس كتجي زوينه كتجي سي مينيون سي مينيون سي مينيون سي مينيون حيت كنا تكلمنا عليها باش كيجي يعني البرنامج بانه هو العلاقه كانت قبل بس خبر انه الا عيطت مرتك بركت لها الزواج عادي عادي لا عادي ما عادي عيطات بحال بزاف الناس اللي عيطوا لا ما لا عادي كاين ناس اللي ما كنتش كندوي معاهم زعما دراري وعيطوا وباركوا الزواج وعادي وفرحوا ليك ومساله مزيانه وتي عادي هذه انا شي واحد شي كتكون كل واحد عندنا كل واحد كيعيش علاقات وكتكون عنده علاقات هذه كتجيني واعره كلاس فاش واحد كيتزوج واللي كنتي معاه كيعيط وكيقول لك مباركوا الزواج زعما راني داك الشيء اللي عشت ما عيطاتش ليا انا لا ما تعيش لا كون عيطت لك انت هذيك حاجه اخرى عاوتاني هذيك الموضوع حاجه اخرى كون عيطت لك انت كره حاجه اخرى لا كتجي زوينه حيت زعما راني الاوقات اللي دوزت معاك الاوقات الزوينه لانه واخا العلاقه كتخسر واخا العلاقه العاطفيه كترون وكيقول مشاكل كيبقوا الاوقات الزوينه اللي دوزت مع الواحد ولك الاوقات الزوينه كتقول كنتمنى لك الخير حياته كامله نتمنى لك الخير ويكون بخير وخير فاش كتصيغ لي خبر مزيان كتعيط عليه وكتقول ليه مبارك سعود والله يكمل عليك بالخير كيفاش الباس؟ يا باس فاكسينال مالا ما الباس من الناس اللي دافعوا على هذه المساله ديال الباس اللي ما كانوش متفاهمين على الباس واحد السيده كتعجبك انت انا وراك تصويرتها اوه طاطنبيله 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 كيعيطوا لها مغاربه طاطنبيله تبارك الله عليك كتعجبك انت بزاف كاع طاطا نبيله هي نبيله منيب نبيله منيب استاذه جامعيه جامعه الحسن الثاني وسياسيه مغربيه تبارك الله يساريه والامينه العامه للحزب الاشتراكي الموحد من 2012 سميتها طاطا نبيله عاد عيط لها طاطا نبيله طاطا نبيله انا عيطوا لها سالو السلام عليكم مرحبا مرحبا مومو مرحبا الفنان ديالنا حليوه الله يحفظك صافي بليزير الله يكثر بك صافي بليزير لا هذه السميه ديال طاطا نبيله راه ما كتعجبنيش حيت كيعيطوا لي طاطا ياك عيطوا لك بغاربه طاطا نبيله معايا باقا صغيره باقا انا استاذه كنت عارفه ما تعجبكش انا عارفه ما تعجبكش هذه لا 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 طاطا ماشي طاطا نبيله بوحدها استاذ نبيله بكينا طاطا لا طوطو لا هذاك الشيء اللي كاين انا مغاربه وما هادو ما عندك ما ندير ولكن اهم حاجه هما تيبغيوك المغاربه كنتكم كتكلموا قبل راه الجواز ديال اللقاح هو اللي كاين ما كاينش جواز صحي انا عاد البارح كنتكلم مع السيد رئيس البرلمان قلت له دابا درتوا الجواز الصحي قال لي ما كاينش جواز صحي الجواز الصحي اقترحوا داك المجلس الوطني لحقوق الانسان باش يكون فيه الناس اللي ملقحين الناس اللي معفيين من التلقيح الناس اللي عندهم PCR راه الدوله المغربيه راه ما اعتمدتش الجواز الصحي ما كاينش باردون قالوها كنقال الوزير وي ما كاينش علاش قالها ما كاين حتى حاجه عاد البارح انا كنسولهم غير بغا يقولوا مازال خارج البرلمان واخا غير ديال جواز التلقيح
ما ولا ما دخلش البرلمان. انت ما خلقش تدخلي باب البرلمان. وكذا درتي جات التيست؟ نعم كنت جبتي التيست. جواز تلقيح كيقول لك خاصك تقدمو. قلت لهم ها هو ده عندي البيسي لانني ما مصابش بالكورونا الحمد لله. وقدر ندخل من عادي تا واحد قال لك لا ما تدخليش. استاذ نبيله مني واش كتعرفي حليوه؟ واش كتعرفي مزيان حليوه؟ انت عزيزه عليه. كنعرفو سمعت بعد لي كليب ديالو بعد الاغاني ديالو. وفي الحقيقه مع الموجه الشبابيه زوينين وفيهم التزام وكلام زوين عجبني بزاف. الحمد لله الله يحفظك. ماشي ديما كان كلام زوين. خاص نسمعوك الاغاني الاولى ديالو. الله النجاح والتوفيق. هو من داك الشباب المكافح. صح. وانا شي نهار نكتب لك شي اغنيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ويجي حليوه يغنيها في البرلمان. كلاسيو. ولكن ما يقدرش يدخل البرلمان دابا حيت ما داش فاكسان. هذا لا بغينا يحيد علينا. الحلوان ربي امين يا ربي امين ان شاء الله يا ربي امين. شي نتمناو بعد منا هذا الشيء كامل. هذا هو اللي كنتمناو ترجعوا حياه طبيعيه ان شاء الله يا ربي من الله. هذا هو اللي كنتمناو بلا حتى شي تحكم بلا والو. ترجع الحريه ديال التعبير الحريه ديال كل حاجه اللي بغى يديرها الانسان. ياخذ اي مبادره اللي هي في اطار القانون تكون متاحه. ماشي الناس يستغلوا هذه الجائحه باش يتدوا علينا في الديور ويسدوا لنا فمنا وما نتكلموش وما نتحركوش. ما يمكنش. ايوا للضروره احكام. ايوا ما نزيدوش فيها. لا لا ما نزيدوش فيها والله الا بصح. شوف اجي تحاموا عليا. ترى غزه. شو غزه شنو طاري فيها وكيتنقلوا عادي. تكون جائحه خاصنا نتعاونوا كلنا باش تسافر مشكل. تكون سبب باش نضربوا الحريات ديال الناس. كلامك جميل. الله يحفظكم. شكرا لكم وتنتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا الاذاعه ديالكم اللي متبعينا واحد العدد ديال الشباب. وتنتمنى انكم تكونوا واحد الاداه ديال التنوير ان شاء الله للعقول ديال هاد الشباب باش هما يفرحوا ويثقوا في نفسهم ويبادروا وينوضوا ويخدموا ويتحركوا ويقراوا ويجتهدوا باش هما تكون ان شاء الله قد ما كانت هما ويساهموا في البناء ديال بلادهم واحد البلاد تكون ان شاء الله احسن ان شاء الله. يا شكرا بزاف. شكرا استاذ نبيله مولي. شكرا لك. تحيه لكم وتحيه للفنان كبير حليوه ومسيره موفقه ان شاء الله. تحيه لكم وشكرا مومو. مرحبا لاله. شكرا. مرحبا. عجبك الحال؟ واه بيان سور. عزيز عليا بزاف والله. عمرك ما هضرتي معاه؟ عمرك ما تلاقيتي معاه؟ لا لا والو. جامي. حليوه زوا سيتي باقا ولا؟ مزيان يسول ثاني مزيان. هي باقا وما باقاش ما بقاتش مي ليدر كونسيبت باقي. من الناس اللي كانوا معاك في زوا سيتي لانكو. واه لانكو. لانكو كان؟ اه. لانكو كان معاك؟ اه لانكو كان. كان معاك العلاقه ديال معاك؟ ديال سلام ليه. لا لا واه واه توب توب واحد. لا ظريف لا مرة بيرسونيلمون ظريف بزاف بجد. براو براو. انا كنصفق على نكوني كنصفق عليه توب. لا لا ظريف ظريف بصح. ما كتعرفيهش انت. وي الماغيت الماغيت هادشي اللي وصل لي راه الماغيت بيان. دونك العلاقه ديالك خدم عليها. العلاقه ديالك مع اليوم مزيان مزيان. طاني واه طاني سيتي من لي برومي الجينيراسيون ديال لانكو ديال راه قديم طاني جا قديم. حتى 2012 2013 راه كنا كنخرج دياسك من بعد ما بقاوش كنحيدهم شكون يوتيوب ايتو. كنا خدمنا حتى 2016 ما عرفتش ابري ولا مع ماد دار جروب مع ماد. هي باش بدا الكارير ديال بصح من بعد باش بان كثار ايتو. العلاقه ديك معاه؟ ما مزياناش بزاف. ما مزياناش بزاف؟ ميوزيكالمون مزيان هادشي اللي كيدير غادي مزيان. البال تاع شتي انت هادشي البال المشاكل هادو بداو من والو. لا من والو عامه كيبداو من والو. كيبداو من شي تخربيق. تما شي تخربيقه وقعات وصافي وانت ما هضرتيش معاه وما هضرش معاك وانت ما عيطتيش ليه وما عيطتش لك وشكون عيط لاخر وشكون ما عيطش. فيها كاين اللي كيبقى كاعي كل واحد كيفاش كاين اللي كيتفهمك انت كي داير. ولونتوراج تا هو تا لونتوراج كل واحد. لونتوراج تيلعب دور شويه. لونتوراج كل واحد تاثر على العلاقه ما بين دابا انت مثلا انت عشيت قضيه كيجي يقول لك فلان قال عليك وفلان كيقول عليك. هذه ديما في اي لونتوراج سيرتو في الراب المغربي رابر خص يدور بواحد الناس ما يمكنش يبقى بوحده. عادي هذه في الراب كاينه بزاف. كيكون مع صحابو كيكون مع الصحاب اغلبيه اغلبيه ديال الدور بك اللي دورتي غادي يخرجوا عليك فهمتي غادي يخرجوا عليك اكثر من اللي غادي ينجحوك. انت يا درتي السيليكسيون في الناس اللي دارين بك؟ دابا ما دابا ما كاينش الناس اللي دارين بيا كما كنقول. دابا خدام عادي خدام انا وماناجر ديالي خدامين عادي وصافي. ايكيب ما كايناش ايكيب.
واش انت ما عندكش احساس احلي هو بانه عندك احساس راك بوحدك حيت من المسائل اللي مثلا انت اللي ما فهمهاش وانه هاد لي رابور الفنانين اللي تعاملت معاهم لي رابور تعاملت معاهم في اليوم ما كيبارطاجيوش هادشي اللي كدير دابا ما كيبارطاجيوش اغاني ديالك ما واقفينش معاك كيف ما انت تكون بغيتي تمنيت انهم يوقفوا معاك عندك مشكل ديالهم فهمتي ماشي مشكل ديال ديالهم مع البوبليك ديالهم الواحد كيبقى في الحاله كتقول بيان سور بيان سور شوف بيان سور سيرتو الا خرجتي شي بروجي ماشي ديسك ولا شي حاجه سيرتو الا خرجتي البوم ولا شي حاجه نورمال هذا هو شوف هذا هو الراب يكون فيه ليغو تيغلب على اي حاجه وانا سنتفاهم انا عادي سنتفاهم نسمعك جوج حوايج قول لي الفرق ما بين الحاجه الاولى اللي غنسمعك والفرق ما بين الحاجه الثانيه اللي غادي نسمعك شنو ما هو الفرق ما بين حليوه ديال خويا سراني وبين صغير قالوا مرفوض مطرود كيتو ميتو دابا تقريبا جبتك لي زيكستريم تقريبا دابا بالنسبه لك فاش كتسمع شالمو و اه بيان سور ماشي نفس الحاجه ماشي نفس الحاجه انا اللي سولتي انا نقول لك حليوه هو اللي سمعت الاول ولا سولتي اي واحد زعما كيعرف حليوه نقول لك حليوه هو هذاك اللي سمعنا في الاكستريل الاول ديال نكتاتي مي بون ما انا جو كخوا كو اي ايبوك تجي الموسيقى ديالها تجي الهيد ديالها تجي انت بعد الشونجمون اللي وقع دابا انت في الكارير ديالك في الموسيقى ديالك في البرودكسيون ديالك واش انت اللي بغيتي ولا دار بوحدو طبيعي حيت الوقت كتبدل اي واحد كان كيشوف ديسكو في 4 سنين 5 سنين ما يمكنش تلقاه باقي تيحط نفس الحاجه تيرابي نفس الحاجه بحال باغ اكزومبل البيك الحاله هذه ماشي هو ديال دابا معلوم واحد الكوتر مزيانه ما تبقاش انت فهمتي ما تبقاش فريمون مونوطون باغ كتجرب حوايج اخرين كتفهم حوايج اخرين في الحياه راه كتكبر اخويا كنفهموا النوج الموسيقى تتبدل الموسيقى تتبدل خصك تبع طوندونس بارفوا وبارفوا خصك انت تكري طوندونس دير واحد اللعيبه اللي تبعوك عليها هذا سؤال كبير دابا واش حيت دابا انت فاش درتي نيك دي تي راه ما فكرتيش انك تبع طوندونس لا قلت لك بارفوا خصك انت تكري واحد ليدي واحد الكونسيبت اللي كيتبعوا دي جون اخرين اللي تاهما تعجبهم ديك الموسيقى تيبداو يديروا بحالها واش شي حاجه اللي تبدلات انت اللي حاسبات تبدلات ما بين البديه نيك دي تي وما بين اخر اغنيه اللي مرفوض حتى المود اللي كنت فيها في هذه الوقيته ماشي ديال دابا فهمتي شمن مود كنتي فيه؟ ما عرفتش ما كانت تسطير في هذه الوقيته ما كانت تسطير كون باقي بروش كما كنقول كل شيء ممكن كل شيء لك كل شيء ديالك كل شيء ممكن تكون باغي هذا هو العقل ديال كيكون جد كيكون جد كيكون جد كيكون جد راه ما تيبقاش هي من اصعب التجارب اللي كيعيش الفنان لارتيست الرابور خصوصا لي رابور هي المساله هذه ديال البديه ومن بعد اش غادي يوقع الا جيت تشوف لي رابور في العالم كله كاملين كيوقع لهم واحد الحاجه اللي كيسموها في امريكان كيسموها ستريت كريد لا كريديبيتي دو لا رو ياك معناتها انه الرابور كيبدا واحد الحي شعبي دايرين بين صحابو فاش كيدير اغاني واش كيدير موسيقى والموسيقى كتنجح كيدخل الفلوس وحياته كتبدل فاش حياته كتبدل بحال قلتي شويه كيديكونيكتا من داكشي اللي لا رياليتي ديالو داكشي اللي كاين وفاش كيتبدل كيدوز الحوايج اخرين وكيولي عنده حتى الاهتمام لان الراب من اهم المسائل لي رابور كاملين وانهم راه كيغنيو على شي حوايج اللي هما عاشوهم يقدر ما تقدرش تغني اولا ما تقدرش تغني شي حاجه اللي غيكتبها شي واحد اخر صحيح هذا هو الراب خصو يكون بحال هكا كتكتب شي حوايج انت اللي كتحس بهم يعني كتوقع هاد لي كونيكسيون واللي كيوقع في امريكان كاع لي رابور كلهم وقع لهم المشكل وعاشوا المشكل ودوزوا المشكل وما داكشي اش كتلقى لي رابور كيولي ممثل ولا كيولي منتج ولا كيولي بيزنس مان كيدير حوايج اخرين لانه صافي ديك الجهد كامل اللي كان عنده كيولي خدام بالكارير ديك الساعه ماشي بموسيقى هادشي اللي كاين هادي دير بها شي حاجه هادي مهمه جدا ما عرفتش متى غتبدا كتسنى حتى انا كنت نتسنى من قبل كنت عرفت امتى لا 100 غادي تبدا لا ما كنت مبغيش نقطعكم لان في الحقيقه كل مره كيجي عندنا شي رابور للشو انا كنحس براسي كنتعلم كنحس براسي كناخذ دروس في الراب وفي الهدف من الراب وفي كيفاش كيتصنع الراب وقدامنا ايهاب كمثال ديال واحد الولد بدا بكري وكبر بكري يعني المرحله ديال النضج اللي وصل ليها وصل ليها بكري انا اللي بغيت نسولك هو من مره كنخرج الخبر ديال انك شاركتي في ديك المسيره
مظاهرة مظاهرة على قبل جواز التلقيح وبلي تشديتي وكنقول واش الفنان خصو يكون يلبس الجلباب ديال المناضل نو با فورسامون با فورسامون مي مي رابور خصو كيما قال لك قبيله شي دويله شي حاجه عايشه دونك ديكو الراب تيدوي ديما على لا ستريت على لا غو على دابا انت كتحس براسك انت تقاسيت لان هذيك المسيره ما كانش غير على اللقاح وانما كانت على زياده في الازهار ربما وكتحس براسك انت معني بالامر شوفي باش ما نكذبش عليك ما مقصحش انايا بزاف ما نكذبش عليك ولكن كان تنشوفوا شي حوايج اللي ما تيعجبونا سير شوف هاد الاعوام الاخرى تدير يوتيوب تيبان لك كلشي تيشكي دونك سي نورمال تهبطل وهذا ماشي غير الشكل النضالي كان ضد بين قوسين اللي مشيتي له حتى بني كان داك الكلاش ما بين الروابا المغاربه والجزائريين كنتي من ضمن الوالا اللي لونساو الكلاش اه بيان سور ما كما تنقولوا ما خاصكش تعطل ديك الساعه سمر ما سير جو شي واحد تيقيس لك بلادك هل تيزب لك باك ولا موك ولا واش هذا كيبان لك كيضيف للساحه ديال الفنيه في حد ذاتها ولا شكل من اشكال ممارسه السياسه؟ ناري اسئله صعاب وناري اصعيب انا يا امي اصعيب هذا شكل من اشكال المشاركه في العمل السياسي نعم انا لا 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 انا فهمت السؤال ديالك ايوا غادي بلاصه كنسول دابا هي دابا انت بغيتي تسولي حليوه نيشان حيت انا نيشان انا في البرنامج نهضروا نيشان نهضروا نيشان هذا ماشي نيشان انت اللي بغيتي ماشي نيشان هذا ماشي نيشان ترجم انا غنقول وتيقول لي واش واش هادشي بغيتي تسولي دابا هي اللي باغا تقول انه زعما واش انت يا داكشي اللي درتيه واش درتيه حيت مقتنع به مثلا المسرح الاحتجاجيه وتكلاشي الروابا ديال الجزائر واش مقتنع به ولا درتيه غير باش زعما تديماري عاوتاني واش باش تكون في تكون في البوز وتكون انت حاضر وتكون موجود دواس على السياسه تقولها هكا ونجاوبوا هذاك هادشي باش تقولي الترجمه صحيحه الترجمه صحيحه فهمت انا الو خصك عارفه بشحال راك معايا هادي راه دير طلع على يدي كيدوروا لي انا في راسي لا ما دابا هادشي اللي كيدبا غير واش انت درتي هادشي حيت مقتنع به ولا درتيه غير باش سينما والله ما نكذب عليك ما مقتنع به تا ديال المظاهره مقتنع بهذيك ديال الكلاش هذيك سي نورمال هذيك سي نورمال بوز ولا ماشي بوز راه تقدر ما تبقاش كلاشي الجزائري كلاشي مغربي ودير الميم بوز واش فهمتيني تركب على شي واحد ديجا داير هو البوز في ديك السيمانه ولا فهمتك واش كلاشي دونك ما عندهاش فريمون علاقه بالبوز حتى المظاهره حتى المظاهره كنت باغي نخرج كنت باغي نخرج شي نهار اول مره درتها اول مره وانت تشديتي ولا ما تشديتيش؟ شي بوانتيش عادي ما تشديتش بونتيتي لا ما تشتيش حتى دابا مع وقفتي تبلبل نديرو اسئله مرفوض شي حاجه اللي اسئله مرفوض مسيره سمعتي مسيره مرفوض اسئله مرفوض ديرو اسئله مرفوض باغي شي مسيره دابا خرجوا دابا خرجوا دابا الظاهره ديال الفنان الحاجه اللي اقترحوا عليك في الموسيقى ورفضتي ديرها تيكون لونتوراج ديالك بارفوا ولا البروديكتور ولا ديستريبيسيون ولا شي حاجه اللي انت كتكون خدام معاهم تيبغيو يفرضوا عليك باغ اكزومبل تكليبات ديسك ماشي هذا ولا دير هذا ولا دير شي تقول لهم لا سيرجو انا ما تنبغي نخدم داكشي اللي كيقول لي راسي واخا السؤال اللي انت حليوه كتقابل البرودكسيون ديك انت وي لي ديتاي التفاصيل ديالهم ديال البرودكسيون برودكسيون كنت انت اللي كتقابل كلشي التفاصيل لي زيفي اي حاجه في لا برودكسيون الرابور اللي تفض تعمل معاه نقدر نقول شي رابور جزائري بار اكزومبل على وداد لو تروك اللي طرا مؤخرا اللي تكلاشيتي معاهم حنا كنا مكلاشين مع واحد تناضو امتي محمد فريمون علاش ما عرفتش عادي لا كان كلاش غادي غنكلاشيك باللبس ديالك شي حاجه ما عاديش لا غادي نبقى نسب لك والديك ونبقى ما زوينش تسمع داكشي واش فهمتي هادشي علاش بنتي كيخرج داكشي على الموسيقى بزاف دابا داكشي خاصك راسك يكون هنا في المغرب حداك كنت مشيت فارع مع داكشي اخويا لا للعنف لا سي فري ما تقدرش تكون كاي على شي ارتيست ودير معاه ابري فهمتيني ما نقدرش نقول لك شي واحد داكشي ما تبقيش باغي تتكلم على مابقيتش باغي تتكلم على الناس اللي قرابك عائلتك مابقيتش باغي تبينهم ولا تهضر عليهم ما كنتش كنجبد عائلتي بشحال هذه مثلا كنجبد الحاجه الوحيده اللي في الراب ديالي فاطمه ما عمر شي واحد زعما شاف الوالده ولا سمعها ولا شي حاجه عمرك في موسيقتي كنجبد فاطمه حيت اللي وقع في الكلاس ديال الجزائر هادو من المسائل اللي زعما كيوصلوا شي حوايج شخصيه هو جبدوا المدام وي جبدوا كلشي كيجبدوا كلشي
ما عندهمش المشكل زعما يبقى يقلبوا شي جبدوا شي لوحه في ستوري كتلوح لهم انت شي لعيبات في ميساج كيدوخ حيت حنا عندنا من نوريو عليهم سواء المعدام سواء ختو سواء ولكن هادشي ماشي هادشي ما كيدارش دونك تيبقى هادشي في بريفي تتصيفط ليه تعرف شنو عندك صافي تيلبد حتى هو ما تيديرش مي هما يفتح عندهم شي حاجه باق تيعطيوها للناس كاملين هو راه والو داكشي باغي يشطوا لك في شي حاجه هو ما كاين والو هو ما كاين زعما ما كاين والو زعما انا هادشي الكلاش ما كاين اروينا فاش كيوصل هادشي كتكون زوينه بعض المرات تكون تتوصل ديال بصح توصل المشاكل اسئله مرفوض الحاجه اللي كنتي باغي ديرها في الصغر وترفضات ليك رفضوها والديك العائله شي حاجه والديك شي حاجه كنت باغي ديرها في الصغر ورفضوها كذبش عليك ما رفضوا لي شي حاجه اللي انا عاقل ما كذبش عليك الحاجه اللي كنت باغي نديرها ما درتهاش هي بحال اي مغربي هي نلعب كره كنت باغي نلعب كره بحال اي واحد ما الوالدين كانوا كيكونوا ديما معاك انا والديا كانوا كيكونوا ديما معايا في اي حاجه بغيت ندير طوب العلاقه ديك مع الاب ديك كديرها لا مزيانه بخير لا اللي موت بخير باترون الباترون كتسمي لي باترون بارفو كان عيط لي بالكنيه انا اقبل الو الباترون السلام عليكم وعليكم السلام اسيدي اخبارك كلشي بخير مرحبا بك لاباس عليك لاباس بخير كلشي بخير اسيدي كلشي بخير اسي احمد كلشي بخير الحمد لله كلشي بخير كيداير بخير لاباس بخير لاباس كلشي مزيان انت بخير الله يحفظك بخير ومفاجاه مفاجاه فراسي شت بخير كلشي مزيان متبعين الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك الله يخليك لينا الوالد الله يخليك لينا كاملين ان شاء الله الله يطول في عمرك سي قبل سمعتي شنو قال عليك قبل ندوز معنا قال لك انت اللي صرفت عليهم حياتك كامله لا ضروري اي والله يخليك لينا الوالد الله يلا صافي بليزير نقدر نعيط لعمي انا نقدر نعيط لعمي بيان سور عمي قبل من اجلهم نعم سي عاودنا على ايهاب كيفاش كان في الصغر؟ ما عندوش مع هادشي الوالد كيفاش ما عندوش علاش ما عندوش معاه؟ اش غيعاود لك؟ كيفاش كان في الصغر؟ كنت ضريف قول لهم الوالد قول لهم كنت ضريف ضريف ما عمري ضربته حيت ما كانش القضاء ماشي كنت ديما كانوا معايا والله الا بصح اي حاجه كنبغي نديرها كانوا تيكونوا معايا عمي الاغنيه ديال حليوه اللي عز عليك سينيوريتا سينيوريتا ويلي بصح فرنسيه مزيان ما كانش خبرك عز عليها سينيوريتا كبلني خلاني بالهوايا انا عايز ورزين كبلني عمي شكرا بزاف شكرا لك بزاف ومشرفين الله يكرم بالخير الله يعاونك اقبال وبارك الله فيك الله يخليك لنا سيدي شكرا تصفيقات على بات حليوه شكرا لي اقبال تعايرت على الكنيه واخا فرنسيش هادشي كيفاش بلان هاد اللعيبات اللي الله يحفظك اخويا مفاجات زوينين بخير حليوه بصح بغيت تكتب كتاب عليك على حياتك يلا فكرت في هاد اللعيب والله مؤخرا مع طحت عليا هاد ليدي هادي قلت علاش لا من بيو على عليا انا ماشي على حليوه انا من البداية فهمتك على ايهاب على ايهاب على لافي على فهمتيني على ايهاب كيفاش تعرف على كيفاش اخترع كيفاش صنع وي بوتيتر مي كيفاش كتشوف لافي كيفاش نتايا فاهم الحاجه الطريقه والمقادير ديال حليوه بيوغرافي وصافي ما في شكل ما سمعتهاش قالت والله ما سمعتش والله ما سمعتها بالله قالت واو 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 مقادير شي لعيبه قالت لك اش قلتي؟ يلا الطريقه والمقادير ديال الحليوه في كتاب شاو معاه واعره فكره واعره شاو معاه واعره دير هادي وزيد هادي تحضير ايهاب يقبل باش تولي دريك خاصك دير هادي ودير هادي ودير هادي في الاخر ما تنجحش هادشي بغيت دير مسمى تيخرج بيتزا حليوه شكرا بزاف اخويا اللي شفتينا في البرنامج فرحت بزاف نتكلم معك اخويا نشوفك اخويا نجلسوا الكليسه هذه ونتكلموا ونهضروا ونشوفوا مره في شحال انا مره وانا راه انا كنتمنى لك الخير كله اخويا اللهم امين الله يحفظك اللي بنقول لك حليوه انه انت راك عايش واحد المرحله اللي صعيبه وراك غادي دابا راك خارج منها دابا انا الاحساس اللي عندي هو هذا انا خارج من المرحله هذه لان عشتي توب شويه
وقعوا بزاف حوايج. حياتي كان فيها بزاف ديال انت حياتك فودار تي في كان فيها فيستيفال هادي ستوري تران هادي درادي فعل هادي اي دابا تكالميتي ودخلتي فواحد فواحد الحياه اللي فيها واحد التوازن زوين. دابا راك كتقلب على راسك. خلاو اصحاب الراي نميلو ما نطيحو نميلو ما نطيحو نميلو ما نطيحو نميلو ما نطيحو. شكرا بزاف اليوم. شكرا نميلو ما نطيحو. صغار قالوا مرفوض ما تروح كيتو كيتو ما يتوب ما ستون ايتو ما تتوب يا فيك انتو تقدو. صغار قالوا مرفوض ما تروح كيتو كيتو ما يتوب ما ستون ايتو ما تتوب يا فيك انتو تقدو. شنو كتظن غادي تقول فاش تخرج من الشو من عند مومو؟ ما عرفتش نسالي ونشوف. كتخلعي فيا دابا؟ لا والله ما عرفتش نسالي ونشوف.